اليوم عندي بسوي بورليه، بورليه بالبطاطس الحلوة. عندي هنا البورليه عبارة عن حليب كاستر، نحط هنا ملعقة كاستر أو ملعقة ونص تقريبا، وأحط شوية فانيليا عليها، أخلطهم وأحطهم على النار. ممكن نستخدم بدل الحليب كريمة، كريمة طبقة، كريمة خبز عادي. الحين بحطها على النار مع شوية سكر. أنا ضفت شوية سكر ما بكثر لأني راح أحط على وجهها سكر. الحين أحطها على النار واستمر في تحريكها لين يذوب المقاء يصير ثقيلة. أحط الحين شوية فانيليا. استمر في تحريك لين يفضل قوامها. الحين البطاطس قلت لكم اللي سلقتها على البخار، انا حطيتها على البخار عشان ما يطلع فيها موية. راح ارش عليها رشة خفيفة سكر مو كثير، راح اهرسها. ممكن تهرسينها بالشوكة عادي، ممكن تطحنينها في الخلاط، المهم انها تنهرس. اذا حسيت انها ثقيلة احط عليها شوية كريم. شكلي ازيد عليها شوية كريم. احسها ثقيلة شوية. راح اضيف شوية كريمة. بالشكل هذا اخلص وارجع لكم. هذا الكاستر جاهز، خلاص اطفي عنه. عندي هنا القوالب، راح احط فيها البطاطس، شايفين؟ تقريبا ملعقتين لكل قالب على حسب القالب اللي عندك. انا قوالبي صغار، هي ملعقة وملعقة ونص مو أكثر. نحطهم بعدين أرتبهم. الحين هذا كاستر خلاص جاهز. الحين ارش سكر على الوجه وادخلها الفرن عشان السكر يتكرمل. وزع السكر على كل ال، ادخلها الفرن يتكرمل السكر. حطها في صينية كده بس تحمير من فوق بس عشان يتكرمل السكر. يعتبر حلا شوي.